السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على طريقة إنشاء حساب على موقع بنترست، هذا الموقع المتخصص في الصور وكذلك إلهامات وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الأخير. في البداية سوف نقوم بتعريف بسيط لموقع بنترست. هو محرك اكتشاف مرئي للعثور على أفكار مثلا الوصفات والإلهام، وكذلك فيما يتعلق بالتنسيق المنازل والأزياء وأكثر من ذلك. بالنسبة للموقع يستخدم فيه مليارات المنشورات، ستجد أفكار لإثارة والاهتمام دائما. الآن كيف نقوم بإنشاء الحساب؟ بالنسبة لمزيد من المعلومات سوف أترك لكم مقال حول الموقع، هذا هو المقال الخاص بالموقع. تكتشف مجموعة من الأمور المتعلقة بالموقع بالنسبة للصور، وكذلك إذا أردت أن تقوم بعمل مجموعة من الأمور فيما يخص هذا الموقع. الآن سوف نذهب إلى الصفحة الرئيسية. بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية سوف تلاحظ هنا أن الموقع مختص في نشر صور، كذلك بعض الوصفات، كذلك بعض الإلهامات، كذلك بعض الحرف وغيرها من التفاصيل الأخرى. الآن سوف نقوم بإنشاء الحساب. سوف تجد هنا لوج إن أو سيجن ويب، سوف نقوم بالنقر على سيجن ويب بهذا الشكل. ثم هنا سوف يطلب منك الإيميل على سبيل المثال، أو إذا أردت أن تقوم بإنشاء حساب بدون مشاكل تقوم بالنقر هنا على continue عن طريق مثلا محرك البحث جوجل. يمكنك أن تقوم بإنشاء الحساب إذا كنت قد قمت بفتح حساب جوجل على المتصفح الخاص بك. فقط يكفيك أن تقوم بعمل كونكت وسوف يتم ربطه بالحساب الخاص بك. نحن سوف نقوم بإنشاء حساب عن طريق الإيميل، فأقوم بإضافة الإيميل الخاص بنا. هنا سوف تختار الباسورد، create a password مثلا. سوف أقوم بإنشاء كلمة سر، بهذا الشكل. هنا سوف تقوم بإضافة تاريخ الميلاد مثلا 01/01/1990 على سبيل المثال. هنا بعد ذلك تنقر هنا continue. جيد، بعد ذلك تكون قد قمت بإنشاء حساب. الآن أصبح لديك حساب، تنقر هنا على continue. هنا سوف تظهر لك هذه الصفحة، نقوم بالنقر على next. هنا سوف تختار الجنس، إذا كنت أنت تختار فاميل أو ذكر. هنا بعد ذلك هنا سوف يطلب منك مثلا اللغة التي تريد استخدامها، أنا سوف أتركها كما هي إنجليزية، وكذلك اللغة ثم تنتظر لبضع ثواني يا ريت ما يتم. فأعتذر، فبالنسبة للصفحة فهي تظهر باللغة الإنجليزية، لكن كما قلنا خطوات تسجيل الحساب فهي بسيطة جدا، فقط يكفي أن تقوم باتباع الخطوات التي قمنا بها. هذه الخطوات اللي مثلا هنا سوف اختار النيتش الذي كما قلت أنت مهتم به على سبيل المثال. هنا لديك مجموعة من النيتشات الموجودة بخصوص على هذا الموقع، مثلا ديزاين، كذلك بالنسبة للشوبين، كذلك فوتوغرافيك، كذلك صور، كذلك باسكت بول، NBA. هنا لدينا العديد من الأمور التي يمكنك أن تختار من بينها حسب كما قلت النيتش الخاص بك. فهناك العديد من الأسئلة، مثلا سوف أختار هذا الخيار، سوف تختار أنت، لك الحرية في عملية الاختيار. مثلا تختار هنا، سوف يطلب منك اختيار 5 خيارات أو شيء من هذا القبيل، ثم تختار هنا نقل هذا الخيار. هنا بالنسبة إذا كان لديك التطبيق تختار هنا
هنا لديك سياسة الموقع، هنا سوف تجد هنا البروفايل الخاص بك من أجل عملية التعديل، أو إذا أردت أن تقوم بإضافة بعض الأمور الأخرى المتعلقة بالحساب الخاص بك، هنا سوف تجد مجموعة من كما قلنا الإعدادات الخاصة بالحساب، مثلا السيتينج إذا أردت أن تقوم بالتغيير مثلا في الاسم، مثلا تريد أن تقوم بإضافة اسم آخر على سبيل المثال هنا بدون أن تقوم بإضافة، هنا لديك مجموعة من الخيارات يمكنك أن تختار أو تضيف أي شيء تريد. كذلك هنا مثلا لديك موقع إلكتروني يمكنك إضافته. الموقع كما قلت سهل وبسيط جدا، هنا لديك الإعدادات من أجل كما قلت الإعدادات المتعلقة بالحساب إذا أردت أن تقوم بالتغيير فيها أو شيء من هذا القبيل، هنا سيكيورتي أو غيرها. مباشرة بعد إنشائك للحساب سوف تتوصل برسالة عبر الإيميل الذي قمت بإنشاء به الحساب، يطلب منك عملية الكونفيرم يور إيميل كما تلاحظون، بليز كونفيرم يور إيميل. سوف نقوم ب هذا هو الإيميل الخاص بنا، وهذه الرسالة التي توصلنا بها بخصوص كما قلنا عملية إنشاء الحساب. نقوم بالنقر على confirm your email، نقول على continue، بعد ذلك سوف تفتح معنا الصفحة الخاصة بنا، بعد ذلك سوف يفتح معنا الموقع ويتم تأكيده بواسطة الإيميل. الآن يمكنك أن تقوم بإنشاء منشور أو أي شيء تريد على الموقع البنتريس. طريقة بسيطة وسهلة جدا عملية إنشاء حساب وكذلك عملية التسجيل في الموقع. إلى هنا نكون قد قمنا بالانتهاء من هذه الحلقة، كما تلاحظون هذه الطريقة لإنشاء حساب على الموقع بنتريس، طريقة سهلة وبسيطة جدا. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقة قادمة بحول الله.